طوال استقال الجماعه ده. ها يا جماعه في النيجر، السلام عليكم، كيف اخباركم؟ تعالوا فالجماعه ده اخي البلد ده حررنا، جيبوا نعيسكم وجيبوا جمالكم على البلد، قول لك جيبوا البلد ده اخي حررنا، انا اخي ناس كبار، ناس كبار في الحكومه ها، وتجوا ذاته وجيتكم هنا عشان نثبتوا المحل ده. الانبياء ده اخي بجا بكره كان ممكن يقوموا بكره وكل كده ودينا المجمع العسكري مصر والقديم الامم المتحده مشوا، وانا اخويا اخي في البلد ده. فالدوله كده زول مجرد رجل الثاني في الدوله وخلاص، هم ماشيين في مملكتهم وامورهم. الاراضي القاعده فوق من 2003 خالدون فيها هويه برشام، شفتها؟ نهائي خالدون فيها هويه برشام، وبل فجقنا ثاني زياده. شفت كريندين واحد، كريندين اثنين، في كلقو، في كلاب، ما اعرف لك، في بليل، في ماداجو، ما اعرف، حتى احنا الفلاته هسه ناس بتاعت ذات جلدو ها، احنا ناس فيها حامد، شفت؟ ده قام كان ذاك شديد شالوا منهم بحامد ذات، شفت؟ فدخلهم تحت الضوء الطاء رجاله بس، شفت؟ وكده وكده قال لهم والله ما تعملوا بتاع الله، شفت؟ يا نتفيها يا في حتى شفت السلامات والتعايش والجماعه ده نظام عديد، بقول لك يا زول انتوا اهلنا يا زول تدمر يا زول يا راشد ولاد الدخان المطلط ذاك وداك ما اعرف لك شنو كذا ما اعرف لك راشد ولاد انت قال هذول المسيري والجماعه ده قال يا الفلان وانتوا التعايش والجماعه ده يا الفلان وهني كلنا يا العموم ها وهو بيجيب لك الطاحه شفت وبيجيب لك شفت بيجيب بقول لك يعني يا العموم هذا تجيب ماي ما بيجيب ماي والله بقول لك اقتلكم كلكم هي انا في المعركه ده يا اخي بربطنا حبل وقتها انا سيف كلام تخلونا برا انا ما بوقع في المعركه ده تقيفوا بس المعركه ده حطيتكم تقضوا يدكم يا اخي الناس ده كتا هسه اكثر ناس دارين يتخلصوا من الجماعه ده هم التعايشة والسلامات ومش السلامات والدق بيقولوا شنو البني حلبه والناس ده الناس تعبانين جدا جدا على اساس انت يا الامومات ما تجي تقيف معي بس خالدون فيها ويتد برشام تجي تفجي تجي بس كمان الا تستنفر هسه هم ليه رجعوا في الفلاته لانه ده الانجن قريبك انجن قال لك هذول في 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 في, 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 في اتجاهات بتاعت الاسم ده بني حلبه وشنو الجماعه ده قال لك الجماعه جو توف كده يا جماعه بتاع عربات والجماعه قال لك اوين بس مرقوا قال لك شايف كاكيد يا لا يا لا يا لا يا لا والله والله الفاضي كل ما رجع ولا كل ما ايوه زول امسك جنا قوي يا زول قال له وين يا زول العيال كلهم كملتهم يا ده انا ولدنا فوق ربنا واكلنا يا زول تجي والدك ولا بس كله يوديهم 40 10000 15000 خبرهم ثاني ما يجيك بس ومن ديك ويك ثاني ودوا لهم ثاني بتاع نفضل في الفريق ده بس الا عجائز وتفاصيل الخرزه ثاني وخلاص انت مع نصرك انتهى برا من ترب عمر 60 70 سنه ام هذا بعضهم ده خلاص قالوا هسه بيجي في احنا البلاطه عندنا البلاطه قال له بناني بناني يا اخي ما شاء الله شال لنا 6000 فارس وثاني كل زول ثاني كل شال لنا في قال لي يا اخي ثاني ما عندنا انت كل شوفوا باقي القبائل يا اخي قبائل القبائل ما عندنا الناس يا اخي ما عندهم رجال يا اخي يعني يالنا كفانا يا اخوانا بل بارد قال له جاهز ذات قال الله نظمات لكن شنو ما اعرف بجا كذا هسه انا شنو هسه حاليا قاعد بنكد بجا عمر كذا قال والله هسه شنو الا بس جماعتنا ديل فديل هذول ما في حاجه في اسم في الحياه هم قاعدين يساعدونا في الاعلام لكن كلامنا وقع بعدين يركبوا معنا في الكروزر عديل كده يا اخي عنده بيلو هناك فازاد لفت بجاه لفت بجاه ما في اي حاجه لفت اخر كريدي انت بس فانت هسه بدات تقدم في البتاع دوري 56 دوري 56 شبابكم ناس توزبوا يا جماعه ده اركبوا جاهزين اركبوا جاهزين عديل وخلونا نشوف الحاصل شنو اخواننا ناس توزبوا وباقي الخايمه اركوا ما جاهزين عشان ذاته عن شنو؟ دارين الصراع ده دار ينتهي يعني يا بلتنا كده يعني ما تكون قاعدين ام كاروشة زي قال همتي قال يا زول الشغل ده يا زول الله خليها تنطر اخر اخر تترشق الليله قبل بكره على الخبر كله تتحرس الليله 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 بكره ده قال بابلغ خلاص يا زول طبيزه مره واحده ايضا خليها طبيزه فالمهم ادي فرصه لبيبي فعليكم التحيه وقدام يا شباب تحياتنا لك يا بيش قبل ما تمشي للبيبي انا عندي ثانيه كده بس نديكم تستموا من بيت الكردفان ده ونمشي للبيبي استموا بس لا شفشف الشخالين يا زلمه دعامة بيجوا بيشفشفوا مع بعضهم عرفتوا؟ بل بس يومين ده مع بعضهم في كردفان كمان ده اسمه لا كلام صح لكن احنا برضو من هنا ندي رساله لقوات الدعم السريع ولقائد قائد الدعم السريع السيد التاج هناك في منطقه المقلد يا اخي حول المقلد ده في متفلتين بيشيلوا حق الناس وبياكلوا حق الناس باسم الدعم السريع ونحن القائد التاج موجود الكلام ده من المفترض انه التاج يقوم بدور ومفروض يكون دور مهم جدا يا اخواننا اي نحن من هنا نرسل رساله للسيد التاج التاج التجاني غرب كردفان رئيس قطاع غرب كردفان التاج التجاني ونحن من هنا نقول له يا التاج في متفلتين في المقلد وهذه المتفلتين يدعون انهم هم يتبعوا لقوات الدعم السريع وكلها اكاذيب منهم دي الناس متفلتين بيشيلوا حق الناس وبياكلوا حق الناس باسم الدعم السريع يا اخي دي خربوا صورتنا وشوهوا صورتنا نحن كقوات الدعم السريع خربوا صورتنا وشوهوا صورتنا والكلام ده
يا تاج انت علمان بهذا الكلام ده تماما. رجاء يا تاج قوموا بدور ودور مهم جدا لك تحسم هذه الفوضى الموجوده دلوقتي في المجلس في غرب كردفان. السلام عليكم ورحمه الله. وارجو يا شباب ما بسمه كلام خايتر الاجاوي جوان ده بيجو انفلات يا زلمه بيجو انفلات بس ما كلام خايت ده ما بيش بفضل يا بيبي معلش بس. وهي عليكم والله اول حاجه يوسف وبيش ابراهيم وعاطف الرهيمه وليد والله قاعدين نتناقش في مواضيع جميله جدا والانتصارات والحاجات تحت الطاوله ده كده نخلوه جنبها. والله اول حاجه انا جيت الرهيمه قاعد يتكلم في موضوع كنتوا بتتكلموا في الهويه بتاع السودان الافريقيه ولا العربيه ده. والله يا اخوانا اول حاجه السودان ده تمام موضوع بيبي ايوه عارف احنا قلنا لكم زمان استعمار ده طلع من البلد ده سلم البلد ده لاسماعيل الازهري امره اكثر من 300 مؤتمر لحتى الان بتاع ازمه الهويه في السودان. السودان ده انت عارف والعربي عارف والافريقي عارف والسنغالي عارف والنيجيري عارف والخليجي عارف انه السودان دي دوله افريقيه في المقام الاول. السودان فيه عرب مرحب نعرف فينا الكلام لكن الازمه الحقيقيه التغيير الديمقراطي الناس ده دايرين يغيروه يبقوا البلد ده رجال عرب. الكلام ده لو كان بينجح من 56 للان عمر البشير براو كتل نوس ناس دارفور عشان يغير وضع البلد ده لانه يكون فيه كميه كبيره جدا من العرب والافارقه يكون عباره عن ناس اقليه. ما قدر يعمل الحاجه ده بقوه سلاح على مدى 20 سنه. فانت يا اخويا السوداني زي ما قال اخويا الرهيمه ده شوف ازمتك انك انت المركب مكانك عربي ده انا هنا قبلانينك عربي داخل السودان لكن برا ده انت ذاتك ما قبلان نفسك كعربي. نكون معك واضح انا كبيبي ده بتقبلك انت تبقى عربي تبقى طياره اخليك عربينا داخل السودان. كان جيت دارفور اي خرصه نقول انا عربي كما جيت مارب بالسودان نقول انا عربي لكن برا السودان ما تمشي تفضحني. ما عندك حاجه بشبه عرب ذاته نهائيا. واحد بيجي بيقول لك اللغه العربيه انا بتحدث اللغه العربيه. ما هو سنغاليين بيتحدثوا لغه عربيه وبقروا القران ده بيطلعها هل هم عرب؟ انت ما عربي انت افريقي بس شريعه قرت فيك لغه اندثرت وانت طوالي اثرت فيك اللغه العربيه. مسكت اللغه ده ممكن كشفيه وهسي انا هنا لو زي انا الكلام ده قاعد اقوله دايما والله هسي تجيب جونغورم او جيب دين من الجنوب وجيب محمد بن سلمان وجيبهم ونجيبك انت كعربي سوداني. بسم الله الرحمن الرحيم نديك بيبي انت يا اخوي هوي جونغورم ولا دين كم جبناه وقفناه بجاي او كوكو او هيري او ابكراي و فعلى العموم انه يا اخي لو وقفنا لك الاثنين ديل انت اكيد كان قالوا لك يا اخي وقفوكم عرب وافارقه وانت السوداني ده وصيتهم العربي السوداني ده ولا الافريقي السوداني قالوا لكم اي زول يمشي يقف مع قريبه والله ما تقدر تمشي خجل ساكت ما تقدر تمشي تقف مع ما ما السعودي ولا الخليجي عشان كده يا اخوي شوف السودان ده لك الله النبي ازمه بتاعت هويه بتاعته ازمه معقده. السودان دوله واقعه في افريقيا والسودان دوله افريقيه في الاصل لكن فيه عرب ما في زول بينكر الحاجه ده لكن انت عربي حقنا بس كلام ده ما يزقي الناس. انت عربي تجميع عربي تجميع السودان برا ما عندك اي حاجه نخط لك تاخ انت برا السودان ده تمشي للعرب ده في محلهم بيشغلوك بالكفيل في عربي بيشتغل بكفيل ليه يا اخي خطر لما ينزل السعوديه ما بيشتغل بكفيل لكن سوداني بيشتغل بكفيل ها ليه؟ انت افهم الحاجه ده الناس دي شبكوكم اطيب شاب واحلى شاب يخشوك يا زول ياكلوك كارت بتاعت كبسه ده يقول لك حلا بالربع يصوروك في واحد برا السودان ده كان قالوا بلاك كان قاعد في باس بلفت تجي السودان ده تعرف في الله الوحيد زول ازرق بقول له زول ازرق اب يا هو السودان ده اخواننا في كونه من الكلام الفارغ ده السودان ده اتقبل ذاتك انت كسوداني في المقام الاول اقبل نفسك ده انت كسوداني. الافريقي ده ما هسي انا هسي افريقي بيبي ده والله ما عندي اي مركب بتاع نقص ولا بمشي بتحقق في افريقيا ذاته ما بمشي بتحقق لا في السنغال لا في نيجيريا لا في الطين قاعد في السودان ده بس افريقي السوداني وبيتكلم عربي ما عندي اي مشكله لكن في زول هنا بيقولوا انا عربي وما متقبل الافريقي ده يا اخي كن عربي كما تشاء وخلينا انا افريقي كما اشاء المهم انت وانا جمالي ما خريت اسم السودان بس خلينا في الحدود بتاع المحل ده. فتحياتي لكم عرب على زوجة بتاعت السودان عرب وافارقه ده ما عندي فيه مشكله كثير. المشكله الثانيه انا قاعد اتكلم عن موضوع كده موضوع امس جيت كان حبشته في لايف بتاع بيش ما اتكلمت عنه. موضوع بخص قيادات الدعم السريع من ابناء الزغاوه والفور والكلام ده. طبعا يا جماعه الان بعد المحاولات العديده للفاشر وما سقطت طبعا انتم كلكم عارفين انه في بدايه الحرب كان في ريده للناس دي بيقعدوا دعامه باعوا مهمتي وبيقعدوا دعامه ولما قام الحرب ده
ناشدهم على مستوى القبائل ذاته، الادارات ناشدتهم بانه يا اخي الكلام اللي بتعمل فيه ده غلط، والميليشيا ده داري حارب في الدوله والدوله ما بتحارب يا اخوانا ارجو، والكلام ده غلط. قالوا لا عايشين تحدي مع اهلهم. بذل الغالي والنفيس من الاستخبارات المعلوماتيه لتفكيك مجتمعاتهم، لتدمير المناطق، لسقوط الفرق، وكان لهم اسهامات كبيره جدا في سقوط الفرق في دارفور. من ضمنهم يا هو عمك شوربه ومحمدين ورقاجر وعبد الله شغب وكثير ناس، صدام والدلفور هم كميه كبيره جدا، وجزء برضو من ابناء الجمير، كل القبائل الدارفور وابناء التاما عشان نسمي الكلام بمسمياته، جزء من ابنائنا ديل كلهم تابعين للدعم السريع وشغالين شغل خبيث. السقوط في دارفور والمشاكل بتاعت الجنينه والكلام العسل ده كله طبعا في راسهم، لانه هم كان بدوا الدعم السريع الزغير المعلوماتيه بتاعت اي قبيله. الدعم السريع دخل اشتغل نظام تفكيك داخل الناس ديل. كيف انت زغاوي قائد زغاوي يعني لازم تدينا معلومات حركات المسلحه دي كيف امورها، كيف ماشيه، كيف جايه، كيف فاشل مداخله ومخارجه، القوه في الفاشل، الفرقه تقاوين، الكلام ده كله. قدام السري رغم انه من دارفور لكن ما بعرف اسرار، بالذات اسرار القبائل اللي بتتكلم بلغات ثانيه غير اللغه العربيه. فقاموا جندوا الناس دي. من ضمنهم يا زول في واحدين ديل مشوا لكردفان كانوا شغالين اسمه محمدين ورقاجون. فحس قدام السري بعد المحاوله على الفاشل ما قدروا، بدا يشكك في القيادات دي. بدا عديل شغال تشكيك في القيادات بتاعت قدام السري اللي من القبائل الزنجيه باستهداف مباشر. استهداف كيف؟ كتموتوا زي القائد اليوم ده كان قتلوه في كومنا. هسه الان كمان بيقول شنو نظام اعتقال، وعندك مجلس تحقيق في نياله من اي محور هو قاعد بخطفه كده بيجيبوا نياله من نياله ثاني زول ده ما بيظهر. هسه محمدين ورقاجور ده عنده اسبوع خرفوه من محور، وانا اتمنى انه انا ذاته بقول لقدام السري انا هنا بجد يعني انت ما تقدر تفككنا كمجتمعات افريقيه، اولادنا القاعدين جنبك جوا ده لو عندك اربع اوفياء بالنسبه لك عندنا 10 اوفياء بالنسبه لنا داخلك انت. فبنفس الخباثه اللي انت شغال انا هنا شغالين معك، يعني انت اذا الناس القيادات الناس قاعدين في الدعم السريع اللي انت شايفهم ديل وقاعدين ديل بيسلمونا عدد متحرك ذاته جاي غاش بياته تجاه النبي الله في. لكن كونك كمان انت هسه تقول المشروع ده مشروع وطني، وطيب ما ديل زباله المجتمع ديل مش خلوا مجتمعاتهم عشان الوطن ده وعشان انت كدعم سريع انت قلت قضيه وطنيه، الناس خلوا اهلهم باعوا اهلهم باعوا اي حاجه ركزوا معك في القضيه الوطنيه. انت هسه تمكين هسه المهور الناس قبل شويه شغلوا بالرساله الصوتيه ده، المهور ده كان ماسكه محمدين ورقاجو يتقلب بطريقه سريه، بكره يقولوا انجخم في الفاشل وبيجي الكلام ده قدام السري، بكره يجي يقول لكم ناس الفاشل قدام السري، وهسه ناس جاي يقولوا تهتيت انه صفوا عشان اكون واضحين. ده واحد. اثنين الجنرال اسمه جنرال كان قبل كده مسكوه اسير على غلو شعره ده، الجنرال ده شايف الدعامه فوقه خطاب كده وشايف شبابنا ده قاعدين يروجوا. شوف أنا إحنا ما همنا شغالين سكر سكر ده. وجانا دقوا كده مسكوا ذاته يا أخي حياته المهنية في العسكرية كله قال ما دربوه إلا على الكلاش. كيف يملأ خزنة؟ الناس ما تركز تعمل من الحبة قبة، ده الدعم السريع لو داير يكمل عجندة في حاجة طوالي بيشغلكم بحاجة تافهة. الحاجات التافهة هدف الكل منه عسكري يعني شنو لو جيت أنا يتركب ما يتركب اسمه صالح هاي. صالح ما يتركب وصالح زي صالح ده أنا لو بناسب كانوا كده الدعم السريع ده وما فضل زول. أنا ما قادر أناسب جنود. فالناس ما تسوق البرنامج البسيط ده يمشي عليه. فعندي رساله بس عندي رساله فيديو كده بشغله وده اعلق عليه وبعدين نخش موضوع يوسف ده ونكر المهم. يا بيبي انت اخونا موسى ده اتكلم في موضوع بيبي انت قال تد الاحداثي بيبي انت بيتك ذات برهان ضرب يا زول قال جنجويد قال بيت قال ما طاهر انت يا بيبي طهر القيدين الله يا بيبي نحن نمشي نجيبوك ان ترانا دي مع الناس بكره البلد دي نحن ماسكنا نمشي من جيبوك مع الناس المهام الخاص نمشي من جيبوك نحن قاعد نحن قرتك كده نحن نجوك ادي قنقار ده الجاهزي دولتك التجلى ذات وقول ده جاهزي جويني انتم زول دارين يشيلوا يا بيبي عامل حساب بكره فرنقاتك دير تنسقطوا بشيف لك محتوى في نفس الطبيعه ثاني حقك دي بس تعلمنا عليك الله تعلمنا بس وانزل لنا خشنينا بس اي من فيديو كده تعلمنا بالفاجر ده والفاجر حقك ده يمكن يرجعك زي والله فاجرك ده فطر لي الانفاس الاخير فاجرك ده قاعد كده بس زي الخيط الخاص فلنقاتك دي اكلوا قروش حق الناس دي وما عملوا لهم شيء امس قال قبلوا فوقهم في النهايه قالوا لهم انتوا انسحبتوا والمشترك انسحبت وخلت البلده هم ما نقول لك وجيش ذاتك انتوا بلده ده الحق لحكم يا زول انسحب عقل ما فزوا فتيز عديل هذول دارين ما يطلعوا الجبل
سافوا وين يا زلمه؟ ما في انسحاب. الفزيز ده اللي كان انسحاب تكتيكي. الفزيز ده ما شغله. لازم يبقى شغل ومفاز عليكم ما في، نحن لكم بالمرصاد. الله يبيجي الله يا حبيبي لسه والله ما كانت مشتاقه دي من هسه جهز اعمل لك برنامج يا حبيبي. انت تقدر رد بس لكن تقدر رد يا حبيبي احسن تسوي لك محتوى غير محتواك ده يا حبيبي. عليك الا راجل سموه بيبي يا اخي. انت عليك الا راجل صفر ولا انت راجل؟ عليك الا سموك بيبي. وبعد ده قال لا انا ما لقيتك حضرت لك لايف خشي لك مع واحده قال اسمها سوزو. سوزو يا اخي ديك ما بتشبهك زادي لكن هي بس يعني قدرتك حسب اللايف وحياتك كده. وتقول داري عرس يا اخي تيرسك ماشي هنا عليك الله. عرس وشنو انت زادي ماشي لشنو متعرس زاد؟ بيبي بيبي قال سوسو ما عارف وانت داري شلوها وانت بيبي شلوها بيتكو ده